يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب ماشي يا جماعة، خلينا بس نلخص الخطوات مرة ثانية. إذا في عندنا إحنا نقطتين بدنا نوصل الهواء بيناتهم بين مكيف مركزي ونقطة بتبعد 800 فيت، معطينا الدلتا بي 0.1 بي اس اي جيج، طبعا يعني اعلى من الضغط الجوي بمقدار 0.1 بي اس اي، اللي هو قلنا هذا يعادل 689 باسكال 0.1 بي اس اي. وبالتالي الان بده يكون الضغط فعليا تقريبا 102 باسكال، اذا اخذناها 102 كيلو باسكال عفوا، اذا اخذناها بال بوحدات الباسكال، دخلناها بوحدات الباسكال ابسوليوت. تمام. طيب اذا معطينا هاي المعلومه، معطينا الفلوريت اللي هو 500 فيت كيوب بير منت، وطالب منا نحسب الدياميتر اللازم. ماشي، ولاحظوا هاي البروبلم، التايب اوف بروبلم اللي هي تايب 3 بروبلم، فيري كومن. يعني كثير من الاحيان احنا بكون معطي عندنا قديش الافيلبل بريشر دروب، ومعطي عندنا الفلوريت، ومطلوب نعمل سايزنج للبايب، سايزنج للبايب يعني او الدكت. هنا احنا استخدمنا دكت، اسمه دكت بالنسبه للغازات واسمه بايب بالنسبه للسوائل، وبالتالي بكون مطلوب نحسب قديش الدياميتر، الدياميتر. تمام. اذا اول خطوه عملناها رحنا حسبنا الدلتا بي على دلتا اكس، طبعا بعد ما طبقنا البرنولي ايكويجن وطلعت معنا معادله البرنولي ايكويجن، يعني حسبنا زي ما قلنا اللي لمدى اختصار، وطلعت معنا دلتا بي على دلتا اكس. ماشي، دلتا بي على دلتا اكس اللي هي 0.1 بي اس اي على 800 فيت، حولناها طبعا احنا، وطلعت معنا 2.87 باسكال بير باسكال بير متر. انتبهوا هون بس يا حضرات، هون هاي التحويل هذا عندكم بالكتاب اكزامبل 6-9، هذا التحويل مش مزبوط. ماشي، ما تطلعش 28.3، بتطلع 2.87، يعني هم طلعها تقريبا 2.83 بس في خطا نيوميريكال، انتبهوا له هذا، هي 2.87. ماشي، انتبهوا لها بالكتاب. ماشي، بس طبعا هو حله صح، بس انه هذا الرقم حاطه خطا، يعني دلتا بي على دلتا اكس حاطه 28.3 بدل 2.83، احنا طلعنا 2.87 حسب حسبتنا، متقاربات يعني، بس انتبهوا للغلطه هاي انه هذا شود بي 2.83. معلش انا قدام على الاكس 2.83. تمام، اذا طلعنا دلتا بي على دلتا اكس معنا الكيو. تمام، رحنا مباشرة وين؟ الفلوريت يعني الكيو قصدي، رحنا مباشرة وين؟ على أي تشارت؟ على التشارت تبع الهواء. طبعاً الدنسيتي لازم أحسبها، لو ما حسبت الدنسيتي هون كونه الدلتا بي يساوي 0.1 يعني مش بعيد كثير على الأتموسفير، الجواب ما بيطلع معكم مختلف. تمام؟ إذا كانت الدلتا بي على الأصل إن نحسب البريشر من الأيديال جاز لو اللي هو رو يساوي بي في موليكيولر ويت على آر تي. طبعا تستخدموا الاس اي يونتس مشان لانه الانجلش يونتس شوي بتخربط. تمام، اذا اخذنا هون احنا الدلتا بي على ام على دلتا اكس اللي هي باسكال بير متر، طلع معنا تقريبا 3، اقل شوي من 3. ماشي، ومدينا خط افقي، ومن هون اخذنا الخط العمود اللي هو بيمثل الفلوريت جاهزه بالفيت كيوب بير مينت. تمام، هاي يعني تشارت كونها فيها وحدات انجلش ومتريك سهلت علينا وريحتنا من موضوع الكونفرجن. ماشي، تقاطع طلع عندنا الخط هذا، طلعنا منه الدايميتر وطلعنا منه الفيلوسيتي. واضح الحل يا جماعه؟ واضح الحل؟ في حد عنده؟ تمام، يعني لاحظوا احنا باستخدام التشارتس والفيجرز بالعاده بكون بكون تطبيقنا لل يعني اسهل من ترايل اند ايرور. يس، ستريت فورورد. وعاده اساسا بالفيلد ما حدا بيستخدم الترايل اند ايرور، قلنا الا اذا في برمجيه خاصه موجوده
وهاي بتريحنا. أما مانيوالي إحنا ما بنستخدم الترايل أند إيرور لأنه قلنا طريقة صعبة، خاصة موضوع إيجاد الديميتر أو البايب سايز. تمام، البايب سايز مش سهل إنه نحدده، إحنا بنعرف إيش مبدئيا وين نبدأ يعني، وكل ما كنا بعيدين عن الجواب الصحيح معناه إنه راح يكون في عندنا ترايلز أكثر. ماني ترايلز معناه إنه I am wasting a lot of time. ماشي يا جماعة؟ طيب هذا المثال احنا حليناه المرة الماضية. في عندكم سؤال على مثال 6 9؟ مثال 6 8 احنا حليناه. ماشي، لا ما حليناه كامل، انا اسف، احنا حلينا الجزء الاول منه. ماشي، اللي هو الورك بير يونت ماس، طلعنا الورك بير يونت ماس. تمام، مش هيك المرة الماضية هون وصلنا احنا اللي كانوا معنا؟ مظبوط دكتور. نعم، طلعنا الورك بير يونت ماس. طيب الآن بدنا نكمل حل السؤال هذا لأنه هذا كثير مهم السؤال قلنا. ماشي، خلينا نرجع على تكست بوك 6 8 هي. لاحظوا احنا هون كان مرة ثانية بس للتذكير، طبعا هذا عندنا عبارة عن بايب، عبارة عن تو تانكس. ماشي، نفس الاليفيشن قلنا، نفس الارتفاع same level، وقلنا انه لما طبقنا البرنولي ايكويشن بين نقطه 1 والنقطه 2 طلعت عندنا معادله بالفورم هاي، كل شيء على اليسار صفر لانه الدلتا بي يساوي 0 والدلتا في يساوي 0 والدلتا زي يساوي 0، فضل عندنا السبيسيفيك ويرك ناقص الفريكشن. وقلنا بالحاله هاي مشان احنا نقدر نحسب السبيسيفيك ويرك لازم يكون عندنا، لانه مطلوب السبيسيفيك ويرك المطلوب الاول بالسؤال اللي هو السبيسيفيك ويرك. ماشي، فمشان نحسب السبيسيفيك ويرك لازم نقدر نحسب الفريكشن. تمام، هلا من وين حسب الفريكشن؟ راح على الابندكس. تمام، ابندكس A2. تمام، اللي هو ابندكس A2 عندكم بالتكست بوك، وانا نزلت لكم على فكره على الاي ليرنينج يعني ابندكس زي الA2 اللي عندكم بالكتاب، بس ميزته الابندكس اللي انا نزلته او التيبلز اللي نزلتها انها بالاس اي يونتس، بالاس اي يونتس. خليني بس اروح على مشان اورجيك اياه، فريكشنال بريشر دروب. طبعا هذا one sample table، one sample table. ماشي، اوكي، اعتقد هذا عندنا بال، شوف اذا في اس اي، انا بدي اس اي، هذا بالبي اس اي هنا والفيت بير سكند. لا خلينا في تيبل ثاني انا نزلته ليكم عشوائية. طيب هذا هو صراحة ويب سايت بس يعني منيح، منيح كويس يعني، أنا بفضل دائما البي دي اف أفضل. لاحظوا هاي الجداول اللي هي اسمها الـ Pressure Loss in Steel Pipe، طبعا Schedule 40 زي ما هو السؤال حاكي. لاحظوا هون بعطينا الفلو وحدات مختلفة، متر كيوب بير سكند، لتر بير سكند، يو اس جالون بير مينت. انتبهوا الجالون ترى في يو اس وفي انجلش جالون، بيختلفوا عن بعض شوي هذولا. ماشي، وفي عندنا طبعا هون الفيلوسيتي، معطينا الفيلوسيتي بالمتر بير سكند وبالفيت بير سكند، ومعطينا البريشر دروب ان باسكال بير 100 متر، مليمتر ووتر بير 100 متر، بي اس اي بير 100 فيت، اند فيت ووتر بير 100 فيت. اذا هذولا كلياتهم طبعا احنا بتهمنا هاي الوحده هاي هون، اللي عفوا الوحدة هاي اللي هي بالستاندرد، والفلوسيتي بتهمنا بالمتر بير سكند، والفلوريت عادة احنا بنستخدم المتر كيوب بير سكند، او احيانا بكون لتر بير
سكند. طبعاً لاحظوا الآن هاي التابلز مقسمة حسب إيش؟ حسب النومينال سايز للبايب. نومينال سايز للبايب. البايب اللي عندنا قديش النومينال سايز له؟ طبعاً كله سكيجول 40. انتبهوا هاي سكيجول 40 هون لها علاقة بالثيكنس تبع البايب. ومعطينا هون الفلويد تايب اللي هو الووتر. معطينا التمبريتشر، معطينا الدنسيتي، الكينيماتيك فيسكوسيتي والرفنس، كل هاي المعلومات ستاندرد. إذا بدنا نروح على 3 انش، ندور وين 3 انش. هاي 3 انش، هاي شايفينه؟ هذا الدايميتر اللي بدنا نستخدمه. طبعا بعطينا الانسايد دايميتر اللي هو 0.078 اللي هو بطلع 7.8 ملم تقريبا. 7.8 مليمتر صحيح تقريبا 8 سنتيمتر، تقريبا 8 سنتيمتر 3 انش بيطلع 8 سنتيمتر تقريبا. اذا هون لاحظوا بدنا الان ندور وين احنا المعلومات المعطيه 200 جالون بير مينيت. ماشي وين ال 200؟ هاي في عندنا هون 190 وفي 206، فبدها تكون بيناتهم، خلينا نقول بيناتهم جايه. ومعطينا ايش بده كمان؟ بده طيب هاي المعلومه اللي معطينا اياها. اذا احنا بدنا ناخذ زي نعمل انتربوليشن بين النقطتين هذولا ونشوف قديش بيطلع عندنا البريشر دروب اللي هو الفريكشن بيسكلي. بيطلع بين ال 71217 و ال 84754، بس انتبهوا هاي باسكال لكل 100 متر. ماشي لكل 100 متر احنا عندنا البريشر هون طالع طول البايب عفوا 2000 فيت. 2000 فيت هلا ال 2000 فيت بدي احولها لمتر. كنا بنضرب 2000 ضرب 0.3 بيطلع عندنا 600 متر. اذا هون لاحظوا القيمه اللي بتطلع عندي هون اللي قلنا بدنا ناخذ، اما بتاخذوا افريج بين ال 190 وال 206 او بتاخذوا بتعملوا انتربوليشن بكون ادق الرقم. يعني بدي اخذ القيمه اللي بتطلع عندي هون هي بير 100 متر، انا فعليا عندي 600 متر. فالقيمه هاي اللي بتطلع بدي اضربها بكم؟ اضربها بستة. اضربها بايش؟ بستة، يعني هاي فقط ل 100 متر. بريشر دروب او فريكشنال بريشر دروب ل 100 متر. السؤال معطيني انه طول البايب 600 متر فبضرب بايش؟ بستة. سبيشال يعني عفوا نورمال كونفيرجن نسبي وتناسب. تمام بضرب ولا بقسم على 6؟ لا بضرب بستة. بضرب بستة 600. ها طول بالك علي، طول بالك علي. هلا الرقم اللي عندنا هون اللي معطينا اياه التيبل لكل 100 متر ماشي، ف البريشر دروب يا مهند، مهند اللي بيسال صح؟ دكتور يا مهند. هلا البريشر دروب ايش بصير؟ هل هو بزيد كل ما زاد الطول ولا بقل؟ بزيد. بزيد. اذا انت لما بكون عندك مقدار، وخلينا نقول الرقم هذا، خلينا ناخذ الرقم بيناتكم مثلا 90000. ها بيطلع تقريبا 90000. 90000 لكل 100 متر، انت فعليا عندك 600 متر فبدك تضرب بستة. عرفت علي؟ تمام دكتور. عرفت علي؟ لانه انت فهمها انه كل ما زدنا احنا الطول بزيد الفريكشنال بريشر لوس، وبالتالي لل 600 بده يكون 6 اضعاف المية بكل بساطة. ماشي؟ دكتور. طيب هاي بالنسبة للبريشر. ماشي طبعا هو مطلعه بال الفريكشنال بريشر مطلعه بال بي اس اي عندكم بالمثال. ماشي مش مشكلة بالبي اس اي او بالمتريك يونتس. الان بده وات از ذا ريكويرد بامب بريشر رايز. طبعا البامب بريشر رايز اللي هو الدلتا بي بده يساوي الفريكشنال بريشر دروب. تمام مقسوم على الرو، دلتا بي على رو. ماشي اللي هو فعليا الاف. تمام اللي هو الاف. هلا بده البامب ريكويرد، يعني هذا هذا وهذا تقريبا نفس الشيء، هم بس انه الفرق بيناتهم واحد مقسوم على الدنسيتي. هلا ريكويرد بامب باور. هلا الريكويرد بامب باور
بدنا نضرب بمين؟ بدنا نضرب بال خلينا بس نروح على حل السؤال. هاي جماعة الاف هون ها ماشي الاف الدلتا بي لو راح يكون القيمة هاي الاف اللي هو دلتا بي قلنا على رو، فحل الفرع الفرع بي اللي هي هاي 77 الفرع A اللي هو بطلب لنا الورك على دي ام اللي هي دلتا بي على رو بس فقط بنقسم على رو، هو هنا مش قاسم على رو معطيها as a function of رو ماشي. فالفرع الاول اللي هو specific work يساوي دي دبليو او الدبليو على ام ماشي، واللي هو بطلع القيمة هاي ماشي. دلتا بي اللي طلعناها من الشارت مقسومة على الرو، والدلتا بي اللي هي البرشر رايز ديو تو ذا بام طبعا اكيد اللي هي تساوي القيمة اللي طلعت معنا تمام. ومرة ثانية انتبهوا الدلتا بي هاي بتختلف عن الدلتا بي اللي بالبرنول ايكويجن. الدلتا بي اللي بالبرنول ايكويجن قديش شاي بين النقطة واحد والنقطة اثنين؟ قلنا صفر. صفر تمام. وبالتالي احنا بنحكي هون عن الرو اللي هي خاصة مين؟ الدلتا بي اللي خاصة بالفريكشن اللي ناتج عن الفلو ماشي. وهذا الفريكشن مين اللي راح يعطينا اياه او يعوض عنه؟ كونه يعني ما فيش عندنا elevation head ما فيش velocity بده يجي من البمب ماشي. والبمب هاي مشان تشتغل بدها باور. طيب على البمب باور اللي هي بيسكلي الورك مقسوم على التايم. الباور دائما يساوي الورك على التايم مش هيك يا جماعه؟ الباور الباور يساوي الورك مقسوم على التايم. وحدات الورك اللي هي ايش بتكون عاده؟ الجول او الكيلو جول. الان لما بنقسمها على التايم بصير جول بير تايم بصير وات. يس. فاحنا لما نقول حصان مثلا حصان ميكانيكي هي هاي وحده باور وليست وحده ورك تمام، لانه احنا بالنهايه في لحساب او السايزنج للبمب بدنا نقول قديش البمب كم حصان او كم كيلو وات تمام. طيب اذا مشان نطلع الباور هون البي نوت بنضرب سبيسيفيك ورك بالماس فلوريت، لان الماس فلوريت وحداتها ايش؟ كيلوغرام بير سكند، وهاي جول بير كيلوغرام. فالكيلوغرام بيختصر مع الكيلوغرام بضل عندنا ورك بير سكند ورك بير تايم. لو هذا منه نحسب الباور تبعت البمب تمام. فهو عشان هيك الان اول خطوه الاولى حسب الماس فلوريت. احنا عندنا فوليومتريك فلوريت، هاي الماس فلوريت اعطانا اياها هون ام دوت ماشي. طبعا هو شايفين ليش قسم هون؟ لانه احنا بالماس فلوريت بنضرب الكيو بالرو، فوليومتريك فلوريت بالرو. فاذا خلينا الرو هاي مع الرو هاي، الرو اللي بالام دوت بتختصر، فبصير عندنا مباشره كيو مضروبه في الدلتا بي ماشي. وهذا اللي عمله هون، طلع عندنا قديش قدرة المضخة in horsepower. in horsepower طبعا الهورس باور بتعرفوا الحصان الميكانيكي يساوي 741 واط ماشي. فبطلع حجم المضخة او السايز تبع المضخة اللي هي قدرتها تساوي 890 8.9 هورس باور. طبعا ما راح تلاقوا شيء 8.9، بتلاقوا 9 8 9 10، فبنستخدم احنا التسعة اللي هي الاعلى هلا، او ما يعادل 6.63 بنستخدم مثلا 7 كيلو وات بمب. 7 كيلو وات بمب. هلا لاحظوا هاي اول شيء الباور تبعت البمب استخدمناها لشيء واحد فقط اللي هو تو اوفركم فريكشن. اوفركم فريكشن يعني ما استخدمناها نرفع الفلويد، لانه زي ما شفتوا الفلويد مستوى متساوي بين التو تانكس ماشي. ما استخدمناها مثلا ل تو اوفركم بريشر، احنا فقط استخدمناها تو اوفركم فريكشن. فهاي الباور اللي طلعت اللي هي الباور اللازم مشان ننقل التانك المي من هون لهون. هلا لاحظوا اذا صار ارتفاع المي بالتانك اثنين اعلى من تانك واحد، بدها تزيد الديماند على المضخه. عرفتوا علي؟ فهي بدنا نحسب حساب. وهي الشغله الاولى. الشغله الثانيه يعني هاي المضخة أو الباور تبعت المضخة هي ما بتعود كافية. الشغلة الثانية انتبهوا إنها هاي تساوي البريك باور. البريك باور إيش هي البريك باور؟ البريك باور اللي هي الأكتشوال باور نيدل. هسا إحنا لما بدنا نروح نختار مضخة
ما بكون معطينا البريك باور لها، بعطينا إشي اسمه بسموها الايديال باور، تمام؟ وبالتالي فعليا احنا ما راح نستخدم مضخة 9 حصان، راح نستخدم إشي أعلى، عرفتوا علي؟ لأنه الاكتوال ويرك المطلوب اللي هو 9، ماشي؟ فالايديال باور بدها تكون أعلى لأنه في لوسز، يعني أي مضخة راح تشوفه بشابتر 10 لما تلخصه أنه في عندنا إيفيشنسي للمضخة، ممكن بأفضل الأحوال توصل الإيفيشنسي 80%، إذا في عندنا 20% من الباور اللي بنستخدمها لوسز، عرفتوا علي؟ فبتكون الإيفيشنسي لها 80%، معناته البمب الحقيقي اللي بدي استخدمها تساوي 9 هورس باور مقسومة على 0.8، تمام؟ بحالتي هاي هنا بدي أقول 9.8 تقريبا او 8.9 ناسب 8.9 تقسيم 0.8 اللي هي الافيشنسي، فبدها تطلع فعليا 11 حصان، يعني المضخه اللي بدي استخدمها انا اوكي بدها تكون 12 حصان فعليا، ماشي؟ مشان تعطينا اكشوال باور، تمام؟ لانه في لوسز. وهون يا جماعه كيف بنعمل سايزنج للبمب، كيف بنعمل سايزنج للبمب؟ هاي بالنسبة لسؤال رقم 6-8. رجاء هذا المثال مهم جدا جدا جدا، شو بديش أظن أقول لكم مهم جدا جدا. هاي كاتب لكم طبعا هون إنه هاي لما تكون عندنا 100% efficient، إذا كان معطينا الاكتوال efficiency فبدنا نقسم الباور اللي طالع عندنا هون على الافيشنسي، وبالتالي البمب سايز بده يكون اكبر من السايز الحقيقي اللي موجود عندنا هون. طبعا الافيشنسي بالبمب زي ما راح تشوفوا بشابتر 10 من وين بتيجي، ترى جزء من المشكله انه الانرجي اللي بنحطها جزء منها بروح ديسيبيتد از نويز اند هيت، جزء من الانرجي اللي بنحطها اللي هي الكهرباء اللي بندفعها المية بتظلها تلف بمكانها، يعني هي مش 100% efficient، مش بتنقل المية اللي بتدخل عليها تساوي اللي بتطلع فيه، بصير في عندنا زي دوامات داخل المضخة، وبالتالي هاي يعني المية اللي بتظلها تلف بمكانها هاي فعليا هي waste، يعني ما حركت ان المية ظلت تلف بمكانها، فأخذت جزء من الافيشنسي للمضخة وراحت. في شغلات ثانية طبعا زي ما راح تشوفوا بنحكي عنها بجزء أكثر لما تبلشوا بالبرزنتيشنز، انه المضخه ما بتشتغل دائما بافيشنسي ثابته، حتى لو كانت الماكسيمم افيشنسي لها مثلا 80%، ممكن حسب الاوبريتنج كونديشنز اللي عندنا، يعني حسب الوضع اللي عندنا والبايبنج سيستم، ممكن تشتغل على كفاءه مثلا 50%، تمام؟ وارد جدا، يعني هذا بيحدده السيستم اللي عندنا، يعني اللي هو طبيعه البايبنج اللي حطينا فيه البمب. فالبمب هي لما بنقول احنا البمب سايز او يعني اللي هي الريتد باور للبمب، المقصود فيه اللي هو الماكسيمم باور اللي بتقدر تنقلها، ممكن انا ما استخدمش منها هاي الا 50% او 40% او 60%، تمام؟ فموضوع البمب سيلكشن بدنا ننتبه انه دائما احنا يعني بدنا ناخذ الورست كيس، يعني لما بكون عندنا الورست كيس اقصى خلينا نقول جهد على البمب، وعلى اساسها نحدد ايش البمب سايز، دائما بدنا ناخذ يعني سايز اكبر من اللي بيطلع معنا طبعا، مشان يعني بتعرفوا، لانه هلا اذا كان البمب باور اقل من الريكويرد بمب باور، يعني هون مثلا اذا كان الفريكشن بده باور اعلى من الباور اللي بتعطينا اياها البمب، ايش راح يصير عندنا؟ ما راح يصير عندنا فلو، لانه فعليا المضخه ما راح يكون عندها عزم او قدره تحرك لنا الفلويد. الفريكشن بكون يعني الانرجي ريكويرد للفريكشن بتكون اعلى من الانرجي اللي ريكويرد باي ذا بمب، وبالتالي ما راح يصير عندنا فلو. وهي وين بتصير؟ مثلا نفترض عماره على سبيل المثال استخدمنا لها عماره ارتفاعها مثلا 10 متر، ماشي؟ ارتفاعها 10 متر، فبدي انقل المي من الارض لخزان على ارتفاع 10 متر، استخدمت بمب مثلا يعني مضخه قدرتها ربع هورس باور، ربع حصان، ما قدرت ترفع المي، ما قدرت، اوكي؟ فالمي ما راح ترتفع، عرفتوا علي؟ فالبمب سايزنج مهم جدا، يعني اي ماكينه بدنا نصمم ماكينه مشان تحرك لنا الفلويد، هيت اكسشينجر،
بميكسر بمضخة بدها تحرك للفلويد تنقله من مكان لمكان انسون. هاي مهم جدا نختار البمب المناسبة. نختار البمب المناسبة. طبعا في عندنا هذا الاشيو زي الكافيتيشن برضو، هاي يعني فيها تفاصيل راح تشوفوها في لما تلخصوا chapter 10. طبعا انا بالنسبة لشابتر 10 بالمناسبة يا جماعة اي نقطة مش واضحة بالشابتر، حد يعني هو يلخص ما فهم اشي، تواصلوا معي ما عندي مشكلة، انا بجاوبكم على اي سؤال. يعني انتم مطلوب منكم تلخصوا، بس لا يعني هذا انه ما اذا في عندكم اسئلة ما تسألوا. يعني اذا حدا مثلا ما فهم اشي بالشابتر 10 رسمة معادلة اشي يتواصل معي انا بفهمه اياها، ما عندي مشكلة بشرح له اياها. It's okay. تمام؟ طيب في اي سؤال يا جماعة؟ احنا هيك حلينا اعتقد على البمبس. يعني في عندنا ضل سؤال كمان بس بدنا نحل المحاضرة الجاية ان شاء الله. لحد بدنا نحل على الماينر فريكشن، يعني راح يكون عندنا المحاضرة الجاية بيسكلي ان شاء الله اللي هو هذا مثال هذا 6-11 6-12 ماشي. راح نحل على، في عندي سؤال أنا بحب أحل لكم إياه دائماً اللي هو سؤال 6 هذا الموضوع 6-16 أعتقد، لا مش 6-16 6-17. هذا المثال راح نحله كمان إن شاء الله. تمام، فهذا بنحلها من المحاضرة الجاية إن شاء الله. وزي ما حكيت لكم إحنا من هون لنهاية الفصل إذا ما في عندكم برزنتيشن راح نستغل الفرصة نحل المزيد من الأسئلة. طبعاً إحنا بالنسبة لشابتر 6 يا جماعة راح أعطيكم عليه أسئلة suggested problems، بس بدكم تنتبهوا أنه الأمثلة المحلولة بشابتر 6 are enough بالنسبة للمادة. يعني ما بتحتاجوا شي تحلوا أمثلة لأنه بتغطي كل الأفكار الرئيسية، بس راح أختار لكم أنا مجموعة من الأسئلة الهومورك بشابتر 6 تحلوها. وأرجو أنه مرة ثانية يا جماعة إحنا طبعاً ما ضلش عندنا يعني المادة تقريباً خلصناها، في عندنا ضل فيو topics minor topics ممكن نغطيها سريعاً، بس تقريبا احنا خلصنا المادة. رجاء الناس اللي مش متابعين معنا يعني من اول الفصل يعني هاي فرصتهم الان يراجعوا المادة يشوفوها، وناش نصل على الفاينل بعدين نتفاجأ. تمام، البروجكت ما راح اقبل اي شيء بعد 10-1، ما راح اقبل ليت سبمشن. يعني طبعا اللي ما بيسلم الريبورت ما له برزنتيشن، بتعرفوا ما في يعني ما في حدا يعمل برزنتيشن لحاله بدون ريبورت. اللي بيسلم الريبورت صار له حق مكتسب انه يعمل برزنتيشن، اللي ما بيسلم الريبورت ما له برزنتيشن، يعني راح ياخذ 0 من 15، ما في عندي اي حلول ثانيه. تمام، بتجهزوا حالكم عفوا بس بعد اذنك بتجهزوا حالكم المحاضرات الجايه نعمل كويزات شفهيه، لان احنا عملنا كويزين بتعرفوا كل كويزين شفهيات علامه انتم هذا الكويز كتابي. انتم صار عندكم الان 5 كويزات فعليا، 4 كتابيات واثنين شفهيات، يعني 5 فعليا هيك صف عندكم 5 كويزز. راح نعمل كمان كويز. تفضل دكتور. هسه تشابتر 10 يعني ندرسه والريبورت PDF مرتب حسب اللي أنا بلخصه ولا يعني؟ وسؤالك مش واضح، فهمني أكثر إيش السؤال؟ يعني هسا إحنا فائدة المجموعة، يعني المجموعة إحنا مجموعات صح؟ نعم. كل واحد يلخص جزء ولا كل واحد يلخص الريبورت يعني يعمل شابتر 10 كامل؟ محمد إحنا حكينا هذا الكلام من بداية المحاضرة، إحنا قلنا الهدف من المجموعة إنه تقسموا الشابتر لأربع أقسام. تمام؟ أولاً بدنا تيم ويرك، رقم اثنين مشان ما يكونش كثير عليك وتلخصوه. يعني شابتر 10 فيه 31 صفحة قلنا، الجزء المكتوب منه الكتابة يعني بيطلع له حوالي 15 صفحة بتقديري. تمام؟ فأنا قلت لكم مجموعات من 4، معناته كل واحد بده يطلع له يعني 4 صفحات 5 صفحات. تمام، 4-5 صفحات يلخصهم. تمام، وهاي طبعا بتساعدكم. الهدف من المجموعة نعم انه احنا نقسم الشغل بين الكل. تمام، بس استيل بدي كمان بالريبورت يكون واضح لما على الكفر لتر انه محمد مثلا سكشن 1-4
ماشي هذا شغل خلص تمام. مشان احنا نعرف كل واحد ايش اشتغل. صحي العلامه بالنسبه للريبورت موحده، بس انت اساسا على صار في اشكاليه، حدا ما التزم، حدا شلفق، وحدا شفه مثلا جابه من النت جاهز، بده يتعاقب لحاله اكيد يعني. اكيد اكيد تمام ماشي. وانا مره ثانيه يا جماعه، في شغلات بروبابلي بشابتر 10 ما راح تفهموها، انا ما عندي مشكله باي وقت حدا يسالني. تحبوا بنعمل مثلا زوم وبنشرح اي كونسبت له علاقه بشابتر 10، بشرح لكم اياه، ما في عندي اي مشكله، بجاوب على اسئلتكم. اذا سؤال سريع حدا بده يبعث لي على الايميل بجاوبه، ما عندي مشكله. انا فيري فليكسبل باي وقت يعني حبيتوا انتم تفهموا. المهم الفكره زي ما حكينا بالريبورت انه الواحد يعني يبذل جهد يشتغل، يبذل جهد يشتغل، يعني يحاول قدر الامكان انه يلخص، لانه الريبورت هو فكرته يعني تلخيص، تلخيص كونتنت، تلخيص كونتنت. تمام يا جماعه؟ اي اسئله ثانيه؟ اي اسئله ثانيه؟ اي استفسارات؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. عفوا دكتور. تفضلي. بس كنت اسالك سؤال على محاضره امبارح بخصوص موضوع الايكوفالنت لينس. إيكوفالنت لينس. مدلي مش سامعك كويس. إيكوفالنت إيش؟ كأنه النت عندك ولا عندي ما بعرف إيش المشكلة والله. لينث. حكت لينث الدكتور. إيكوفالنت لينث. إيكوفالنت لينث اللي هو هذا خاص بالفريكشن. تفضل إيش بدك تسأل؟ إحنا طبعًا لما نحل مثال راح يصير أوضح. تفضل إيش بدك تسألي عنه؟ بس دكتور صوتي واضح هيك؟ هلا واضح. هلا تمام معه. تمام. بس دكتور في التابل اللي حكيت لنا عنه امبارح. نعم. اللي هي قيم الايكوفالنت لينث. نعم. اللي هي ال على دي. نعم. هل هي قيم ثابته ولا نحن ممكن نحسبها ولا هي لا بس لا لا ال على دي زي الكي، هي قيم ثابته. شوفي هون مثلا، هاي انا حاط التابل مبين عندكم التابل 6 7. يعني هلا انت مثلا عندك للجلوب فالف وايد اوبن، وايد اوبن جلوب فالف، هاي ال على دي ثابته. هلا طبعا احنا ما هي هاي اسمها ايكوفالنت لينث، هاي ايكوفالنت ل الكي. اذا ما بدنا نستخدم الكي بنستخدم ال على دي، بنضيفها على مين؟ على ال على دي تبعت البايب الاعتيادي. يعني هاي منضيفة فقط إضافة على البايب الاعتيادي. طبعاً إحنا راح نحل عليه مثال هذا بيصير أوضح. وبالتالي هي قيم ثابتة، قيمة ثابتة مش إحنا بنحسبها. أنت بتحسب ال على دي. طبعاً يعني أنت هلأ شوفي أقول لك شغلة. هلأ المعادلة يعني يمكن أنا فهمت هلأ سؤالك وين اللي بصار. هلأ بالمعادلة تبعت الفريكشن، خلينا بس نرجع عليها شوي بعد إذنك. خليني أروح على السلايدات أحسن لأنه السلايدات أوضح هاي النقطة. هلا شوفي يا مادلين، هلا ال على دي اللي بنحسبها هي تبعت الستريت بايب. ماشي؟ ستريت بايب افرض طوله 200 متر بتقسمي على الدايمتر بيطلع عندك ال على دي. واضح؟ الان اذا في عندك مثلا جلوب فال بتضيفي على ال على دي هاي بتضيفي كمان 350. انت ما بتحسبيها وما لها علاقه بالدي، هي اسمها ال على دي جاهزه. عرفتي علي؟ عندك مثلا تي مثلا، خلينا نشوف التي قديش بتكون له. احنا نمشي على هذا. تي مثلا هذا الستاندرد تي قديش ال على دي؟ 20. اذا بنضيف كمان 20. نفترض في عندنا كمان مثلا تشيك فالف
110. طبعا بدك تنتبه الفالفز قلنا مهم جدا. التشيك فالف هذا بيفتح وبيسكر، بتعرف هذا اللي بكون بس المستعمل الكومن التشيك فالف، تمام، بيفتح وبيسكر. اما الفالفز عاده بيكون حسب قديش احنا مفتوح، يعني هون مثلا واضح انه وايد اوبن وايد اوبن وايد اوبن، اذا كان الاوبننج تبعته اقل بتكون قيمته مختلفه شوي، كما كانت الفتحه اكثر كل العلدي يعني قيمتها بتختلف، يعني في علاقه بين فالفالفز بالذات بدنا ننتبه على موضوع الاوبننج، تمام. ولكن احنا بكل بساطه بالمعادله هاي بس نحسب ال على دي الاصلي للبايب اللي عندنا حسب طوله ال، وبنقسم على الدايمتر، وبعدين بنبلش نضيف كل واحده من الفيتنجز 1 باي 1، بناخذ سميشن زي بناخذ ايش سميشن، ناخذهم 1 باي 1 حسب الكيس اللي عندنا. طبعا راح نحل عليه مثال هذا المحاضره الجايه، نحل على التو ميثودز، الميثود تبع الكي ال والميثود تبع ال على دي، ونقارن بيناتهم ونشوف ايش الفرق ومين الاسهل يعني. ماشي يا مادلين؟ تمام دكتور. تفضلي. بالريبورت نحط على كل شرح examples، لانه في بالكتاب بالتشابتر examples حل. لا examples الحل لا، هي مش مطلوبة منكم الا اذا انتم بدكم تحطوها بصير، اذا بدكم تحطوها توضحوا بصير، اما لا مش اجباري. نو مش اجباري، بس انا بهمني بالنسبة للريبورت يعني لا بالريبورت اجباري ولا بالبرزنتيشن اجباري تشرحوا الامثلة المحلولة يا جماعة عشان يكون الكلام واضح. ماشي، اللي بده بصير، بس لو تنتبهوا انتم ترى ما معك وقت كثير يعني بالبرزنتيشن كل واحد له 3 دقائق بحد اقصى 3 دقائق، ما بقدر اكثر من 3 دقائق يخلص. ماشي، يعني 3 دقائق بس يخلصين بوقفه اللي بعده هيك، تمام. فبدكم تحسبوا حسابكم انه السلايدات تبعتكم بدكم تخلصوها تعملوا لها برزنتيشن 3 دقائق بما فيهم ممكن تنسالوا، يعني ممكن اسالكم، يعني وارد جدا انه اسالكم عن واحد من السلايدات مثلا. ماشي، فهذا بده يكون توتال 3 دقائق لكل واحد، يعني المجموعة لها 12 دقيقة كاملة. إذا كانوا طيب نعم الفيجرز والجداول نبعث لك تبعت لنا إياهم عشان نحطهم بالريبورت. أنا نزلتهم يا ديالا. هلا روح على الإي ليرنينج، أنا مبارح كان عندي زملائك طلبوا لانه في مشكله، هلا لو رحت على الاي ليرنينج بتلاقيهم. هاي خليني افتح لكم هلا سريعا على الاي ليرنينج اورجيك اياهم. انا نزلت لكم اياه شابتر 10 كامل على الاي ليرنينج، انا نتاكد بس مره ثانيه هون. هاي شايفه هون على الاي ليرنينج اللي هو الاسبوع هذا ديسمبر 27 لجانيوري 2، شايفه هيها هون، شايفه شابتر 10 هذا. شابتر 10 انا عملت له سكان، حاولت يكون اوضح ما يمكن، عملته عندي على بالقسم، شايفه هذا الشابتر هي. فهي الفيجرز طبعا تقدروا تكبروا زي ما بدكم، اعتقد واضحه يعني بشكل كويس. ماشي، زي هاي الفيجر مثلا بدل ما تقعد تصوريها خلاص بتعملي لها بتحوطيها هاي الموضوع الكت اند بيست وبتحطيها، تمام. ما زبطت كت وبيست بتصوريها وبتعملي لها كروبينج بتزبطيها وبتحطيها بالريبورت. نفس الكلام بالنسبه للمعادلات، طبعا يعني ما راح تحتاجوا المعادلات، يعني ممكن انه تصوروها وتنزلوها. فهذا الشابتر كامل انا نزلكم اياه. واهم شيء طبعا انا عندي اهم شيء زي ما حكيت لكم انه ما حدا يروح يجيب لي شيء، يعني صوره زي هاي مهم جدا مثلا تكون بكل ريبورت الصوره هاي اللي هي بتشرح كيف السنترفيوغال بامب بيشتغل. عادي الواحد بحط، يعني ما فيش داعي للشرح كلياته والحكي، خلاص بحط هالرسمه هاي وببلش يشرح عن السنترفيوغال بامبس. ماشي، سنترفيوغال بامبس اللي هم اهم شيء، يعني احنا عندنا نوع انواع البامبس مختلفه كثير، في عندنا انواع من البامبس بس اهم شيء اللي هم السنترفيوغال بامبس، مستخدمات الموست كومن، تمام. وقعد الواحد بيشرح على الرسم، ما فيش داعي يقرا سلايدات ولا حتى يحكي كثير، خلاص على هالرسمه